رسميا غياب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا. هو الحارس سليم وزي الفل، بس مارسيل كولر هو اللي قرر عدم الدفع بيه. وسع يا عم، يا عم سيبني والله، انا هتكلم معاه بالراحه، هتكلم معاه بالراحه، مش هعمل له حاجه، سيبني بس، سيبني يا عم وسع. انت من الشناوي مين بقى اللي ليه قرر عدم الدفع بيه؟ ودي الباندا معاكو؟ انت بتتكلم يلا؟ ما يا شباب انت هتطلع عصام لي؟ لا اتكلم. الشناوي فين؟ الشناوي فين؟ والله والله العظيم، والله والله هو كولر اللي قالك هيعينه للعودة، هو هيعينه للعودة، هيعينه للعودة. ممكن اعمل بيبي؟ طبعا كلنا شفنا تصريحات مروان عطية وباقي الرجالة، تصريحات تدل على ان الرجاله مستكنيصه مطمنه بلعين طن بطيخ صيفي. فده غلط بقى يا رجاله، ده غلط وما ينفعش. احنا لازم برضك نكون يعني حاسين بشويه مسؤوليه، ما نخافش لكن نحس بالمسؤوليه وما نديهاش الحنان، لان هي لما بنديها الحنان بتدينا كمان وكمان، فاحنا مش عايزين ناخد كمان وكمان بقى. ها واخد بالك؟ يلا كل سنه وانتم طيبين. ايوه يا عمرو يا حلاق، انا عايز اقص الجنبين وعايز اعمل استشوار وظبطني عشان عندي نهائي قدام الوداد والدنيا خراب. ما شاء الله عيل قوي جدي كولر ده. يا حاج يا عيل، حاج يا عيل، تعالى يلا خش خش عند الحلاق، خش ظبط له بقى شويه الشعر اللي مش موجودين دول اصلا. كسبت فيه وشطر. كسبت فيه وشطر. انا خدوا مني تيشيرت بس كسبتهم، كسبتهم الحمد لله، الحمد لله كسبته. انا ايه ده؟ هو مش المفروض انا لما اكسب اتصدر؟ استر نفسك يا بابا، استر نفسك حبيبي، استر نفسك، استر نفسك. هاتوله تيشيرت، هاتوله تيشيرت وخدوا منه الشورت عشان احنا ما مش هنديله حاجه ببلاش. ايه انت كنت عايز تكسب وتتصدر؟ انت عبيط؟ ما هو ده اللي بينافسك دلوقتي، المنافسه خلاص، منافسه في الشطافات دلوقتي، المنافسه هتلاقيها في الشطافات مش موجوده حاليا. خدته منه الشورت يا يلا رجعوه له تاني وخدوا التيشيرت زولوه. وبعدين بقى يا اخوانا، ما قال لك ان رسميا بنزيما خارج ريال مدريد ورايح الاتحاد السعودي، والكلام ده على مسؤولية الشباب اللي هناك دول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ده كلام سوشيال ميديا وانا قاعد في ريال مدريد. فم حاجة، فم حاجة، يا الله يا الله. هو بيقول لك كريم بنزيما ده لما جه اتولد الدكتور قال لك هخليه يتولد قيصري، راح جاي عامل المنتدى على الدكتور واتولد طبيعي عادي. وبيقول لك برضك مره كان داخل مطعم الراجل بيقول له بيف اور تشيكن، عمل ريمونتادا عليه وكل سمك.